أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسلام عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده جند من السماء إذا ما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لكم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لكم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا شمس ينبغي لنا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لكم أنا حملنا ذريتكم في الفلك المشحون. وخلقنا لكم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقكم فلا صارخ لكم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتعا إلى حين. وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيه من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لكم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون حتى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم من ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ومتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أخذ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. وما علمناه شكرا وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم؟ بلى وهو خلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والصفات صفا فالزاجرات زجرا والتليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشهد خلقنا من خلقنا؟ إنا خلقناك من طين لازب. بل عجبت ويسخرون فإذا ذكروا لا يذكرون.
وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أَبَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرات واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاخدوهم إلى صراط الجحيم وكفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تحموننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق عليك لقول ربنا إنا لذائقون فأجبيناكم إنا كنا غاوين فإنكم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين فإنكم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنكم كانوا إذا قيل لكم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلى عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق مكلوم فباكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطوف عليهم بكأس من معين
بعيد عن لذة للشاربين، لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون. وإنهم كاسرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال كلأنتم مطلعون. فطلع فراخ في السماء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليكمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة زقوم؟ إنا جعلناك فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لأكيلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لكم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعكم لإلى الجحيم، إنكم ألفوا آباءكم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلكم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فنظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم،
إذا قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرات في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السقي قال يا بني إني أرى من المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين
إنكما من عبادنا المؤمنين، وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بخلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنكم لمحضرون إلى عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مسبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبقى إلى الفلك المشحون، فصاح فكان من المدحضين، فصاح فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبيس في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرات من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فتخناهم فآمنوا فتخناهم إلى حين، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، فاصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فاختاروا
بكتابكم إن كنتم الصادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلى عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو سال الجحيم، وما منا إلا له مقام مخلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. فإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنكم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، فأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بسخطهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصري فسوف يبصرون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.